الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب مواقيت الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول؟ ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب له بقوله: باب الصلوات الخمس كفارة، أي تكفر الذنوب. هنا هذا الحديث يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عليه السلام يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول؟ ذلك يبقي من درنه. الدرن هنا شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالخطايا، ويقصد بها الصغائر. قال الدرن يعني الوسخ، ويقصد بها النبي عليه الصلاة والسلام هنا الصغائر وليست الكبائر، لأنه لم يقل القروح أو الجراحات وغيرها حتى تدخل الكبائر. فيقول الإنسان الذي يغتسل في نهر خمس مرات كالإنسان الذي يصلي الصلوات الخمس، كذلك تمحو هذه الصلوات الخطايا كما يمحو ذلك الاغتسال بالنهر الخطايا الأوساخ. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يبين كذلك في حديث آخر يقول عن ذلك عن الخطايا، قال: إذا صلى أحدكم أتي بسيئاته فوضعت على عاتقه، سيئات توضع على أكتافه، فكلما ركع أو سجد تساقطت منه. فلذلك الإنسان إذا صلى فإن هذه الذنوب تذهب، والنبي عليه الصلاة والسلام شبه هذه الذنوب بالأوساخ. هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قيد على أنها الصغائر وليست الكبائر، لأن الكبيرة تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة. كذلك نستفيد من هذا الحديث عظيم فضل الصلاة إذا صلاها الإنسان على وقتها، فإنها تمحو له الخطايا. وكذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للأمثلة، وهذا في تعليمنا في ضرب الأمثلة في التعليم. الرسول عليه الصلاة والسلام شبه الصلاة بالنهر، وأنها تغسل الخطايا كما يغسل النهر الأوساخ. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.